بابا موسى لاعب نادي الكرخ المحترف في الدوري العراقي، حدثني عن بدايتك. بالبداية أنا تنت بالتونس، بعد كابتن شارع وكاخ يجي بتونس يلعب وياه وشفت وقلت يعني أنا يجي بالعراق يجي يلعب موسمين بالكاخ، بعد روب الشوطة بس رجع بعد بالكاخ، بعد روب نفس الجنوب موسمين، بعد يلعب نجف موسم واحد، بعد رجع بالكاخ. أنا ما عندي مشكلة ويا أي مدرب وأي لاعبين وكل نفس الشيء. أنت تعتبر واحد من أكثر اللاعبين تمثيل الأندية العراقية كمحترف، شلون تنظر الأجواء الدوري العراقي؟ شنو فكرتك عن الدوري العراقي؟ الدوري العراقي زين، يعني مو كذي، يعني زين قوية. كل فريق بالدوري يريد فوز، كل فريق يريد فوز، لازم تعمل، لازم تصير قوية حتى أبقى فوق. منو أفضل الأندية العراقية برأيك؟ لا كل فريق زين، كل فريق زين، يعني زوا عندي جمهور حلو، عندي جمهور واي، نفس الشيء جوية، نفس الشيء سيوتا، نفس نجف، نفس ميناء، كل عندي جمهور زين، يعني جمهور شيل الفريق. منو أفضل لاعب عراقي تحس إنه لاعب خطر دائما أنت تحس بخطورته كمدافع؟ أكو واي لاعبي، أكو مهند علي، ميمي علاء عبد الزارة هوشلاب، وأكو مهند أبو زوا عبد الرحمن وعبود عماد، أكو لاعبين واي، أكو واي أكو لاعبين واي يلعب، ولاعبين زينين حتى لاعبين بالمنتخب زين، أكو واي يعني. الأكلة اللي دائما تحب تاكلها ببغداد، الأكلة العراقية اللي تفضلها؟ أكلي أنا أحب سمك واي، سمك بس سمك. سمك بس حبيبي، سمك والله زين. السمك العراقي؟ إيه سمك عراقي كله زين. بعد غير السمك العراقي؟ لا بس سمك حبيبي. أقرب أصدقائك لاعبين العراقيين قريبين عليك؟ لاعبين كل قريبين علي موسى، كل لاعبين موسى، أي مكان موسى روح أنا كل يوم فرحان، يعني ما أعرف شو وقت موت، لازم كل يوم فرحان. كل لاعبين يجي يمي شوف نفس الشيء، مو أنا متعرف وهو عراقي، كل نفس الشيء، لازم أنا جاي ألعب هسه يمكن 15 موسم جاي ألعب كرة قدم بروفيشنال، لازم لاعبين يجي هسه لازم ياتشو يا قال لازم تمرين، لازم قوة، لازم سوي شيء، كل لاعبين يجي. تمثلت المنتخب التوغولي؟ يلا منتخب توغول ويا اديبايو ويا لاعبين، اكو لاعبين هسه يلعب ويا واي، واحد يلعب بالالين بالجوباي، واحد يلعب جيتافي. باي بطولة مثلت المنتخب منتخب التوغولي؟ اي بطولة؟ كاس العالم. انا يلعب كاس العالم منتخب، كاس العالم 2007 ويا شباب، يا شباب كاس العالم الشباب، كاس يا يلعب ويا كروز ويا بويان، يلعب ويا بس هي كرة قدم. اكو مشكلة حبيبي. أفضل لاعب محترف بالدوري العراقي منو برأيك؟ اكو واي اكو زابي داني خوشلاب، وقبل اكو اكويتي خوشلاب، اكو إبراهيم أولابي، إيدو قبل قبل اكو لاعبين كاربا، ابو كوني، ميسا، مونجي، كل لاعبين اش لاعبين، اكو واي لاعبين، واكو طلب النجف. كلمه عراقيه تحب تسمعها دائما؟ تمام، اكو واي، شلونك، شو صحتك، زين، شكو اكو، اكو واي حبيبي، اورو ابو، اورو امتك، اكو واي، شديد، اكو واي حبيبي. بابا موسى انا سمعت انه انت تمتلك صوت جميل، اريدك تغني لي. انا لا صوت مو جميل بس كل يوم اوكي ماكو مشكله زين. اغنيه عراقيه
Elitiwe Fatoma, Elitiwe Fatoma. Elitiwe Fatoma, والعين تفه دوما. Elitiwe Fatoma. Ta ta ta, ta ye bile khala.